أهلا بك أستاذ علي. لازالت مشكلة أهالي جرف الصخر قائمة حتى الآن على الرغم من مرور 6 سنوات على خروج أهاليها منها، لماذا لا يتم إعادة هؤلاء الناس إلى ديارهم؟ نعم، مساء الخير عليكم وتحية طيبة لمشاهدي قناة الفلوجة. أهلا بك. يعني ملف جرف الصخر أعتقد واحدة من الملفات الموجودة في أكثر من محافظة. هناك ملف مشابه في محافظة نينوى وفي محافظة صلاح الدين، وأعتقد الحل هو الرجوع إلى مؤسسات الدولة، مؤسسات إنفاذ القانون، مؤسسات القضاء، مؤسسات الرقابية. يجب أن يكون لها دور. نعم، ندرك أن في هذه المناطق كانت هناك يعني انتماءات قوية لعصابات الإرهاب في فترة من الفترات، وكان لهم دور في تهديد أمن الدولة وأمن المواطن والعديد من المجازر، ولكن اليوم وبعد انتهاء الحرب مع داعش وبعد إعلان الحكومة النصر على داعش، أعتقد من الضروري أن تكون هناك تصفية حقيقية بين من كان جزء من الإرهاب وبين المواطن البريء، وخاصة عوائلهم من أطفال ونساء. هذه الملفات تحتاج إلى حسم حقيقي، فلا يمكن ترك عشرات الآلاف من المواطنين بحجة انتمائهم أو انتماء أفراد من عوائلهم إلى داعش، لأن بالأخير ستكون هذه الجهات أو هذه الفئات هي عرضة للجذب مرة أخرى من عصابات الإرهاب. لذلك الحل هو فرز الموضوع عن طريق مؤسسات الدولة. من كان جزء من الإرهاب يجب أن يحاسب، والبريء يجب أن يعود إلى سكنه وموطنه معززا ومكرما. الأهالي، يعني أهالي النازحين من جرف الصخر، يقولون بأن الفصائل هي من تمنع عودتهم إلى ديارهم، وحتى تمنع القوات الأمنية من دخول هذه المنطقة. مؤسسات الدولة، ما الذي يجب عليها أن تفعله إزاء ذلك؟ يعني من خلال معلوماتي أن هناك قرار أصلا من مجلس محافظة بابل حول عدم عودة الأهالي، وهنا يجب أن أعتقد يعني أن يأخذ البرلمان دوره على أقل تقدير في هذا الموضوع، إن كان حقا هناك قرار، أو على أقل تقدير المحافظة، باعتبار أن مجلس المحافظة قد ألغي أو جمد اليوم. لذلك يعني أنا ذكرت وأؤكد يعني القرار العودة، يعني المشكلة ليست فقط في العودة، وأعتقد مجرد يعني رمي الكرة إلى ساحة فصائل أو غير ذلك أو جهات سياسية هو ليس بصحيح. يعني مجرد العودة ليس حل، يعني العودة تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى حماية. يعني من يضمن حماية هؤلاء مثلا لو عادوا؟ من يضمن توفير مصادر الرزق والعيش لهم لو عادوا؟ هل هؤلاء يعني العوائل، ونحن لا نعرف صراحة يعني هل لديهم رغبة حقيقية بالعودة وهم سيكونون مؤتمنين على أو أمينين على أو لديهم تتوفر لديهم الأمان الكافي في هذه المناطق؟ والكل يدرك أن خلايا داعش بدأت بالنشاط وبدأت تستهدف الكثير من المناطق. لذلك حل هذا الملف يجب أن يكون عاماً. هذه القضية ليست فقط في جرف الصخر، هناك ملف مشابه في صلاح الدين وفي نينوى، وهناك عشرات الآلاف من العراقيين أيضاً هم خارج العراق وأيضاً بحاجة إلى حسم حقيقي من خلال مؤسسات الدولة. نعم، عضو مفوضية حقوق الإنسان الأستاذ علي البياتي، كنت معنا من بغداد، أشكرك جزيل الشكر.